نظم اتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في عمان المؤتمر الدولي للاستثمار والمصارف والطاقة بهدف بحث تحديات التمويل التي يواجهها قطاع المقاولات العربية وإقامة الشركات بين المقاولين التي تعمل تحت مظلة الاتحادات والنقابات العربية في تنفيذ المشروعات. بداية أنا بدي أرحب بأخوي و وزميلنا وشيخنا الأخ فهد الحمادي اللي هو رئيس اتحاد المقاولين العرب. احنا وياهم تقريبا من سنتين او اكثر بدأنا مع بعضنا من الأردن، عملنا توأم وزارة الأشغال مع اتحاد المقاولين العرب، هم يعني بالإضافة انه هو من المملكة العربية السعودية اللي احنا نعتبرها هي سندنا بالأردن، غير انها جارتنا بس كان سند. فاحنا مع بعضنا اتفقنا انه يعني كل المؤتمرات اللي عم بتصير كانت تصير بالاردن، واحنا موجودين هون حتى نوصل الرساله لكل الدول العربيه ونكون دائما محضر خير للجميع. قصه التمويل للمشاريع الاسكانيه والمشاريع المقاولات بالاردن وغير الاردن هي دائما فيها بيكون فيها مشكله، دائما فيها بيكون فيها عقوبات على موضوع التمويل. تسهيل إجراءات تمويل المشاريع للقطاع الخاص والقطاع الحكومي موضوع مهم جدا. رئيس الاتحاد فهد الحمادي قال إن التقارير الصادرة عن بعض المصادر المتخصصة في الوطن العربي بيّنت بأن قطاع المقاولات يشهد تحديات وتعقيدات من المتخصصة في الوطن العربي. يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن اتحاد المقاولين العرب أن أكون بينكم اليوم في أرض المحبة والأخوة والعمل الدؤوب ليشارككم هذا الحدث الهام، وهو المؤتمر العلمي الأول لتحديث نظام تمويل المقاولين في الوطن العربي برعاية الشريك الاستراتيجي للاتحاد وزارة الأشغال العامة والإسكان. ويأتي تخطيطنا لهذا الحدث انطلاقا مما يعانيه قطاع المقاولات في الوطن العربي من زيادة تعثرات وخسائر أكثر من 62% من شركات المقاولات في الوطن العربي في 2016، وانسحاب أكثر من 37% من شركات المقاولات في الوطن العربي، وتحول 45% من شركات المقاولات نشاطاتها إلى الصيانة، وهذا يعتبر مؤشر غير جيد بالنسبة لقطاع المقاولات في الوطن العربي، مما أدى إلى الدعوة إلى عقد هذا المؤتمر لتقديم إن شاء الله بعض الحلول العلمية للقطاع. وسوف يشتمل المؤتمر على 5 جلسات، منها الجلسة الأولى تمويل قطاع المقاولات والتخطيط الاستراتيجي لقطاع المقاولات في الوطن العربي والعمل في قطاع المقاولات ومخرجات التعليم والتنمية المستدامة وقطاع المقاولات والإعلام وقطاع المقاولات. إن كافة منسوبي اتحاد المقاولين ينظرون إلى هذا المؤتمر بكل الاعتزاز والتقدير، ويشددون على أيديكم، يحدهم الأمل في أن يخرج بتصورات واضحة ويبلور رؤية تحديات معالم الطريق وتزيد من فعاليات قطاع المقاولات وتفجير الطاقة الكامنة وتجمع مختلف الجهات وتجتمع جميع الجهات التي يقع على عاتقها إنجاز تلك المشاريع وتحقيق التكامل فيما بينها وتوحيد قواها وقدرتها من أجل التنفيذ الأمثل والأفضل في فورة الجهود المبذولة والحركة النشطة الساعية لإعادة بناء القطاع واستدعاء تراثها الحضاري العريق ومخزونها الوفير في البناء والعطاء. وأوضح أن البيانات المتداولة تظهر ارتفاع المبالغ المستحقة لقطاع المقاولات لتتجاوز 2.5 مليار دولار، ما يعكس حجم السيولة المقيدة والضغوط التي يواجهها القطاع حاليا. حازم السردي، الحقيقة الدولية.